موسم جديد للعبة ببجي موبايل، فاليوم في حلقتنا راح ان شاء الله نجيب الفوز الاول في هذا الموسم. واليوم في حلقتنا راح نفتح ان شاء الله رويال باس بشكل كامل. واليوم في حلقتنا راح نبدع ونمتع باذن الله. فقبل ما ابتدي صلوا على النبي يا حبيبي. شعر مقطع جديد وحلقة جديدة. واليوم يا جماعة راح يكون الموسم الجديد، راح نفتح ان شاء الله السيزن باس بشكل كامل او الرويال باس بشكل كامل. اليوم يا جماعة راح نلعب وراح نحاول ان احنا نفوز، واليوم يا جماعة راح نأدب الجميع. خلونا في البداية نروح نشوف الرويال باس كيف صاير. بسم الله الرحمن الرحيم، نروح على طول يا جماعة على الرويال باس. يلا بسم الله. الموسم الـ14، ايش هذا؟ يا ساتر، مال المطاردات يا جماعة. لا 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 لا، خلنا نسوي سكيب، ما نبي نحرق على نفسنا، خلنا نسوي سكيب ونشوف داخل كيف صاير الاسكنات. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة، نبتدي على طول مع بعض في الرويال باس. ايش هذا الاسكن؟ دايم، ايش الابداع؟ لا 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 لا، هاي اولها. عندنا الخوذة هذه فيها قرن. الاسكن اللي بعده اتوقع انه يعني جيد. اللي بعده نبي نشوف، راح نقيمه من 10. الله 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 الله، قبعة القبطان يا جماعة. الطائرة، يا سلام. طبعا مثل ما انتم عارفين يا جماعة دائما اكون قائد الطائرة، فهذا اللون راح يكون لون رهيب للجميع عشان يشوفه. وين اللي بعده؟ قنبلة يعني ملونة، ما ظنيت في حب يشوفها ملونة ولا مو ملونة. هذا 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 يا جماعة، ملابس الذهب. هذه الملابس الذهبية لازم البسها، لازم تكون عندي يا جماعة غيره. عندنا القبعة الذهبية، يا ساتر، هذا راح يكون سكني. المفروض هذا يكون السكن الأخير. إذا شنو راح يكون السكن الأخير؟ شنو في رقصة؟ الله 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 الله، يا سلام يا يس يا سلام. ايش فيني انا؟ جاني تشنج. خلنا في اللعب، خلنا في اللعب يا سيد. غيره، اوكي. عندنا الشعر، هذا الشعر اوكي، نوع تحس انه غريب شوي. وهذا هي الملابس الاخيره. اوكي، الملابس الاخيره رهيبه، لكن يا جماعه الملابس الذهبيه اجمل. خلونا الحين ندفع ونشتري الرويال باس بشكل كامل. خلنا ندفع الفلوس، يلا كامل كله. اي كفو، 100 على طول. افتح 100، روح شيل ودي. يا السلام يا حبيبي. الطائرة، ايه، الملابس، الشنطة، السلاح، اللي بعده. يا سلام، خلاص الحين كل هذه الاشياء راح تكون يا جماعة موجودة عندي. خلاص اشوفوا يا جماعة، الرويال باس في الجيب. الحين خلوني اضبط الشخصية بالملابس الجديدة. تحط الملابس الذهبية الرهيبة هذه، وتحط القبعة الذهبية الرهيبة هذه. الشنطة اتوقع اني ما راح اغير، الشنطة الذهبية راكبة اكثر على الملابس اللي موجودة. واهم شيء فيهم كامل يا حبيب الطائرة. حط الطائرة الجديدة، خلهم يشوفونها. راح نلعب ان شاء الله اليوم سولو ديو يا جماعة، سولو ديو. يلا بسم الله، من قائد الطائرة؟ خلونا نشوف، لازم يكون قائد الطائرة هو سيد. اجباري يا جماعة، اجباري سيد يكون هو قائد الطائرة. يلا لو سمحتون. اوكي، بلا ترتفع. اوكي، الحمد لله. يلا خلونا ننزل، وما علينا من الاشخاص اللي يتكلمون. مشينا، لازم انزل لي في واحد من البيوت الاستراتيجية. راح اروح للبيت هذا بسرعة، لا ما راح انزل فوق، راح انزل تحت، ما راح اكون غبي. يلا بسرعة، سلاح، كفو. هذا هو سلاح. افتح الباب يا حبيبي، افتح الباب. ايش في الباب ما ينفتح؟ جيب الاي كي. وينهم بس؟ المفروض انه يكون في شخص موجود فوق. انا راح اركب بسرعه فوق. المهم سيد، فتش، ابحث عن اسلحه، ما عليك من احد، ما عليك من اي شخص. تعال 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 تعال. اوكي، طح 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 طح. خوي الحين اكيد بيجي. ما بعطيك فرصه، ما راح اعطيك فرصه يا ابوي. ريلود. اوه، في شخص جالس يرش. هكر يا جماعة، لو انتبهتوا لحركاته هكر. الجيم اللي بعده، الحين راح نشوف اذا في بعد هكرات ولا لا. انزل يلا بسرعة، لازم اروح الاقي لي سلاح. يلا جيب الخوذة. اللي بعده سلاح يا جماعة،
شات جن يعني تمشيت حالة جماعة. أبي اس كي اس. تقول لو ألاقي اس كي اس جيب الخوذ ليفل 3. لو ألاقي اس كي اس يا جماعة اس كي اس اعتبروا الجيم انتهى خلاص. الجيم في الجيب. في صوت حبيبي يلا وين خويك؟ هات خويك. سمعت صوته؟ سمعت صوته؟ هذا خويك يلا اللوم يا بوي. اوكي ها عند البي 90. خلونا ناخذ البي 90 المسافات القريبه يا جماعه. اذا الان كان شغال ما حيقدر يذبحني. هات وين 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 خويك؟ وين خويك؟ وين خويك؟ ترف هذا خوية. تعال يا حبيبي تعال. ويلكم ويلكم تو هيل. باقي في الجيم 9. اخي ما في صوت يا اخي. طلعوا صوت يا اخي عشان نجمل المشهد. ما في صوت. المهم باقي يا جماعة 9. 9 يعني كم فريق ثواني؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 وانا لحالي. يعني 1 2 3 4. باقي 4 فرق ضدي وانا لحالي. اقدر افوز ولا لا؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات. صوت 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 جماعه. لا 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 خذ لك خذ لك. والله انك جبت العيد. الحمد لله اني بوت بس والله اني جبت العيد. اخي لا تجيبوا لي بوتات ما احتاج ترى. خلونا نشوف الدروب هذا وش فيه. افتح يا ابوي. هات الملابس هذه. ما اتوقع اني راح استخدم الخلاط نهائيا. الجهه هذه فيها صوت. الجهه هذه فيها فايت. اوكي خلاص حان الوقت يا سيد. حان وقت انهيائهم. حان وقت الدمار الشامل. وحمات وحمات دروش معناتها. اي خذ لك يا سوي نفسه القوي. باقي شخص واحد. شخص واحد في الجيم. شخص واحد في الجيم. انا بس ارفع طاقتي. وين بالضبط؟ هني كان في شخصين. واحد منهم مات. ابحث ابحث. وين الشخص الاخير؟ باقي اخر شخص. اخر شخص. وينك يا جرد؟ وينك يا فأر؟ وينك يا فأر؟ اظهر. ايش رايكم يا جماعه نسوي حركه الطحلب الاخضر؟ الطحلب الاخضر. اتحدى احد يشوفني. اتحدى احد يعرف ان في انسان بشري موجود داخل هذا المكان. اتحدى. وين الاخ؟ باقي شخص واحد. ما اعرف ليش احس انه زابن يا جماعه. وينك يا أخ؟ وينك يا طيب؟ يا رب ما أموت. سمع صوت. سمعت صوت. إيش رأيكم يا جماعة؟ نقدر فيه يا جماعة ولا لا؟ يا جماعة الشخص موجود داخل البيت هذا. التربص الكبير. التربص الكبير. وشوفني؟ لا ما يشوفني. جماعة ناخذ القنبلة نرميها داخل البيت. اوكي وينه؟ وات؟ وينه؟ لوك عجيني حبيبي. حبيبي الفوز هنا. الفوز موجود يا جماعة. ام في بي اكيد. ام في بي يا جماعه. سولو دو دن. الفوز الاول في السيزون الجديد دن. هاتوا لي تحدياتكم. ايش التحديات اللي تبوني اسويها يا جماعه؟ هذا مقطعنا بشكل كامل. اتمنى عجبكم المقطع. كلكم ضغطوا زر اللايك. اكتبوا لي تحت في الكومنتات وش التحديات اللي تبوني اسويهم. اشوفكم على خير.